عودة لكم مشاهدينا من جديد مع جولة حوارية جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت، ولقاء على الهواء مباشرة مع السيدة ميادة سراج الدين، مسؤول مشاريع في الأمم المتحدة للهجرة. حياك الله، سعيدين جدا بتواجدك معنا. أهلا وسهلا فيك سيدة ميادة، راح نستكمل حوارنا معك لكن من بعد هذا التقرير. إذا أستاذة ميادة حياك الله، ونودنا في البداية نتكلم ونقول مثلا ليش سمي هذا اليوم بيوم الاتجار أو لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتحديدا نبي نعرف متى موعده. أهلا بك، شكرا على استضافتي. اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص هو يوم 30 يوليو كل عام، وسمي بالتسمية دي عطفا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 192 لسنة 2013. ليه اتعمل يوم عالمي بالمناسبة دي؟ لأنه القرار كان لازم يعمل ضجة كبيرة عالمية، كان لازم يقول يبعت رسالة بشكل دولي بأنه لازم الدول تبدأ تشتغل على آليات لمكافحة الجريمة نفسها، بأنه لازم الدول تبدأ تشتغل على نشر الوعي والتثقيف لمكافحة الجريمة. وليه إحنا بنحاول نكافح الجريمة؟ ببساطة لأنها واحدة من أكبر 3 جرائم في العالم معها تجارة الأسلحة والمخدرات. نعم. تجارة التجار بالبشر هي تجارة، هي جريمة فيها إهانة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، لأن هي بتمس كرامة الشخص، كرامة الضحية، الضحية اللي بتقع فريسة في إيد المستغلين. نعم. اللي بيستغلوه من أجل الربح، بتاجروا بيه من أجل الربح. نعم. إذا هل هناك أهمية وأهداف أخرى لوضع يوم عالمي للاتجار بالبشر؟ لليوم ولا للأيام الدولية؟ اليوم العالمي. اليوم بالتحديد. العالمي. اليوم العالمي كأي أيام دولية هو بيبقى يوم بنستغله كلنا أولا نشر الوعي، تثقيف الجمهور، بنستغله لتعبئة الإرادة السياسية والموارد الموجودة عشان تواجه المشكلة اللي عندك، بنستغله برضو للاحتفال بالإنجازات اللي بنعملها. جميل. في سياق الاتجار بالأشخاص، القاعدة بتقول إنه ما فيش بلد خالي من مظاهر الاتجار، ما فيش حد عنده مناعة أو محصن ضد الاتجار، لأن هي كجريمة هي مرتكزة على الاستغلال. الاستغلال يا إما أنا بستغل موقف القوة اللي عندي، موقف السلطة اللي عندي، أو بستغل حالة الاستضعاف عند الغير. فبالتالي عشان أكافح جريمة زي كده أنا لازم أشتغل على كذا مستوى، وبرضو منها أن أنا لازم أبدأ أشتغل على القضاء على الاثنين، القضاء على أركان الجريمة والقضاء على الجهل بيها. المكافحة بشكل دولي مبنية على نموذج التلاتة بي اللي هو Prevention, Protection, Prosecution، الوقاية والحماية والمقاضاة. لما احنا بنعمل حملات توعيه، لما احنا بننزل نشتغل على التثقيف وعلى رفع الوعي، احنا ساعتها بنشتغل على البي الاولانيه اللي هي الوقايه، البريفنشن. احنا بنقي الشخص من الضرر اللي ممكن يقع عليه، بنقيه من الحدث قبل حدوثه. طيب شنو هي التدابير اللي اتخذتها الجمعيه العامه المتحده لهزيمه افه الاتجار بالبشر؟ من اول التدابير اللي اتخذناها بشكل دولي هي الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، دي اتعملت في سنة 2010، والخطة دي فتحت مجال لكذا حاجة. أولا هي الخطة حطت كل الحكومات في شتى أنحاء العالم أنه لازم نبدأ نعمل تدابير دولية وإقليمية متسقة ومتناسقة لمكافحة الاتجار. هي حست في نفس الوقت أنه كل البرامج الأممية اللي هي برامج الأمم المتحدة تبدأ تندرج تحتها آليات مختلفة لمكافحة الاتجار، لأن ده بيعزز التنمية البشرية وبيعزز الأمن حول العالم. نعم. منها جاء البند الثالث وهو إنشاء الصندوق الأممي لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، لأنه إحنا كل سنة بيبقى عندنا ما بين 600 إلى 800 ألف ضحية جديدة، 80% منهم بيبقوا نساء وأطفال. فوجود صندوق تبرعي بيساعدنا إحنا اللي بننفذ المشاريع، إنه بيعضد المشاريع، بيدعمنا إن إحنا نقدر ننفذ. جميل. الخطة عملت مجال آخر إنه زي ما قلنا القرار 192 هو أكشي طلع في الوقت اللي كان بيعملوا فيه تقييم للخطة 3 سنين من صدورها في عام 2013. حلو. ومن بعدها في سبتمبر 2015 بالتحديد لما بدأ العالم يعتمد جدول أعمال التنمية المستدامة اللي هي أجندة 2030، اندرج تحتيها في المقاصد والأهداف كذا بند بيتكلم على مكافحة الاتجار، زي مثلا قضاء العنف ضد الأطفال، القضاء على العنف بجميع أشكاله ضد المرأة والطفل واستغلال الفتاة بالذات،
زي القضاء على العمل القسري، لأنه دي من الفراغات اللي بتخلي فيه فئة مستضعفة وبتسيب مجال جريمة زي تهريب المهاجرين أو الاتجار بالأشخاص. نعم، إذا بنتكلم سادة ميادة، في كل عام يعني تحيي الأمم المتحدة للهجرة، هذا اليوم لها شعار خاص، نتكلم عن الشعار في هذا العام. الأمم المتحدة للهجرة في بالكويت لها شعار خاص، هو معا ضد الاتجار. نعم، الحقيقة شعارنا مستوحى من شراكتنا الطويلة المديدة إن شاء الله مع الحكومة الكويتية. السنة دي احنا احتفلنا ب 25 شراكة مع الحكومة، ما شاء الله، وإن شاء الله يبقى في 25 سنة وأضعافهم جايين بإذن الله. لو رجعنا بالحكي لورا للأجندة 2030، أول هدف فيها هو بيقضي على الفقر، والهدف الأخير رقم 17 هو الشراكة، والهدف الأخير هو بيعامل على إنه ركن أساسي، عمود أساسي لتحقيق كل الأهداف اللي قبليه، هم 16 هدف اللي قبليه. فمعا بالنسبة لنا هي كلمة عربية بسيطة موجزة بتعكس روح الشراكة اللي احنا دايما بنشتغل بيها. بالضبط، جميل. ولهذا كل شعاراتنا فيها معا في الكويت أو معا ضد الاتجار. حلو. الحملة التوعوية الخامسة معا ضد الاتجار بالأشخاص، يعني ودنا نتكلم أكثر عن هذه الحملة. الحملة إن شاء الله تنطلق غدا الثلاثاء 30 يوليو إحياء لليوم العالمي للاتجار بالأشخاص. الحملة حتكون في مجمع الأفنيوز، وهي حتكون بالتعاون مع جمعية العمل الاجتماعي، وبرضه حتكون في نفس الوقت برعاية معالي الفريق المتقاعد خالد الجراح الصباح موكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. الحملة الهدف منها بسيط جدا، احنا كل شوية لازم نتأكد انه الناس عندها دعم، عندها وعي وعندها ثقافة بأركان الجريمة، بسلوكيات اللي ممكن واحنا مش واخدين بالنا تأدينا بضرر سواء يقع علينا كجاني او مجني عالي. وبرضو احنا من مهارتنا ان احنا هنعمل استبيان الكتروني عشان نبقى فاهمين ايه نقاط الضعف اللي احنا محتاجين نشتغل عليها في الحملات التوعوية اللي جاية ان شاء الله. ان شاء الله الحملة راح تنطلق غدا. غدا ان شاء الله. فقط يوم واحد ولا راح تستمر؟ يومين، من الساعة 10 صباحا للساعة 10 مساء في مجمع الأفنيوز قريب من بوابة 9. هل يعني نقدر نقول الهدف من هذه الحملة مثلا هدف توعوي؟ طبعا طبعا، لأن احنا أحد الأركان اللي بنشتغل عليها هي زيادة التثقيف. لما أنا أعلم الشخص اللي قدامي إيه هي أركان الجريمة، إيه السلوكيات المضرة، أو إيه العلامات اللي لما يلاقيها يقدر يبلغ عنها ويبقى عارف هو من نفسه أن دي استعداد للجريمة، أنا كده بحميه، أنا باقيه. فإن أنا بنشر الوعي أنا كده بلحقه من أي ضرر ممكن يحصل له قدامي. جميل، في فئة مستهدفة من خلال هذه الحملة؟ في الحملة دي هو نشر الوعي بيبقى على مجال العموم، لأنه إحنا ما عندناش فئة محددة. نعم. بس هي أنت بترفع دعم أو المستوى الثقافي لدى الجمهور كله. أنا ليش ذكرت فئة مستهدفة؟ أيضا لازم نوعي الأطفال من خلال هذه الحملات. طبعا طبعا، يعني ما يكون بس للكبار. لا، ما يكون للكبار بس، حضرتك عندك حق طبعا. المفروض نحن بنشتغل على كله. اختلاف الرسائل هو ده اللي بيحدد. بالضبط. يعني أوقات بنبقى مستهدفين الكبار، أو قبل مستهدفين الأسر، فكل ده بيغير الطريقة اللي احنا بنوجه بيها رسالة. هذه الحملة الخامسة صح؟ إن شاء الله. الحملات اللي طافوا جابت نتيجة؟ شفت ردود أفعال يعني إيجابية؟ طبعا، احنا بنشتغل بقالنا 25 سنة، لو ما كانش في أي تطورات حصلت في البلد كان وجودنا ملوش لازمة. احنا بنشتغل مع الدولة بقالنا 10 سنين تقريبا على آليات مكافحة كتير، منها انه بعد صدور القوانين المختلفه، صدور مكافحه الاتجار، صدور قانون العماله المنزليه، بدات الوحده الخاصه بمكافحه الاتجار في الداخليه في وزاره الداخليه، احنا بنشتغل مع مركز. جميل. نشتغل برضه مع مركز الايواء التابع. يعني اذا هو مصطلح، بس داخل هذا المصطلح تتدرج منه مفاهيم كثيره. كثير. جميل. هل هناك راح يكون أنشطة وفعاليات خلال هذه الحملة اللي راح تنطلق غدا ولمدة يومين؟ الحملة توعوية، احنا هنبقى مرتكزين في البوث تبعنا في الأفنيوز، هيبقى موجود موظفين المنظمة ومعانا ضباط من وزارة الداخلية. حلو. الغرض منها ان احنا نتكلم مع الناس، نثقفهم، وفي نفس الوقت احنا موجودين للإجابة عن أي استفسار. من أول إيه معالم الجريمة أو السلوكيات
لغاية الإبلاغ. في ردود فعل من الناس تبدأ تيجي تسأل وتبي تعرف؟ جدا ولهذا احنا دائما بنتعاون مع شركة المباني، لأنه في الأفنيوز طبعا في قبول أعداد كبيرة في أي وقت في اليوم، وإحنا بنلاقي قبول الصراحة لما بننزل نتكلم مع ناس كتير عندهم في تساؤلات تجيكم يعني؟ جدا في تفاعل مع الجمهور؟ في تفاعل، وإحنا بنبقى في غاية السعادة لما نصلح معلومة خاطئة الصراحة. طبعا هذا دوركم يعني. أكيد بما أنك ذكرتي تصلحين معلومة خطأ، في مفاهيم ومعلومات خاطئة موجودة في ذهن الناس؟ من دافع الخبرة في سلوكيات البعض شايف أن هي سلوكيات صح، بس هي في الحياة سلوكيات مجرمة من قبل القانون الكويتي، حتى مش بس قوانين دولية. أبسطها احتجاز الورقيات الخاصة. إحنا قابلنا كتير قوي ناس بتبقى محتفظة بالباسبور أو بالإقامة تبع العمالة المنزلية بغاية أن هما بيحموه، لأنه دي وثيقة مهمة، دي وثيقة شخصية، فهي مش حاجة بنمشي بيها طول الوقت. بس في الحقيقة أن أنا أحتفظ بيه وما يبقاش ملك أو في حوزة صاحبه، ده سلوك خاطئ، ده سلوك مجرم في القانون موجود هنا. سلوك آخر أنه لما بنيجي طالعين في الويكند بناخد العاملة معنا يوم الجمعة مثلا نخرج، أنا ببقى شايفة كصاحب عمل أنه أنا كده بديها يوم الفرصة بتاعها، أنا بديها الأجازة بتاعتها وبخرجها، بس هو الحقيقة يوم الفرصة بتاعها ملكها، هي عايزة تخرج أو تفضل في البيت، ده حاجة راجعة لها. ففي سلوكيات صغيرة جدا لو بس زبطناها هنبقى على طريق أحسن. إذن باكر إن شاء الله رح تكونوا موجودين في الأفنيو. افتتحنا الساعة 11. نعم. وصلنا معك الختام، إذا حابة تقولين كلمة أخيرة تفضلك. الحقيقة أنا كنت عايزة بالنيابة عن الأمم المتحدة للهجرة وبالنيابة عن مديرتنا رئيسة البعثة الأستاذة إيمان عريقات، وانت حابة أوجه جزيل الشكر لكل الوزارات المختصة اللي احنا بنشتغل معاها. حابة أوجه شكر خاص لجمعيات العمل الاجتماعي، لأنه الحقيقة هم ما بيتأخروش عنا ودايما على استعداد يتعاونوا معنا في أي نشاط توعوي. وعايزة أقدم شكر خاص لفريق العمل، لأنه في بعثات الأمم المتحدة للهجرة إحنا فريق صغير. نعم. إحنا 10 موظفين فقط. أنتوا 10؟ فقط إحنا 10. ما شاء الله، الله يعطيكم بس العافية. على قد الدفشة اللي بنعملها إحنا بنشتغل النهار. الله يعطيكم الصحة والعافية. مشكور. موفقين إن شاء الله في هذه الحملة إن شاء الله. وهل في هناك حملات قادمة؟ إن شاء الله بنوافيكم على طوال العام إن شاء الله، ونكون معكم. إحنا نشطة، إحنا بنعمل حاجات كتير. يعطيكم ألف عافية. مشكورين. كل شكر لك سيدة ميادة سراج الدين، مسؤول مشاريع في الأمم المتحدة للهجرة. شكرا جزيلا. أكيد راح نستمر معاكم في فقرات مساء الخير، لكن من بعد هذا الفاصل.